شيخ ابو مصطفى هتتفرج على الدنيا ريحه، الله يوفقك ويلي مصلح. اصبري يا امراه اصبري، سوف ياتي. اصبري، الم اقل لك ان الصبر مفتاح الفرج؟ لقد اتى. نعم اتي. كيفك ابو توفي؟ اهلا وسهلا بالجار الفاسق. انا وصلي ولا ابو توفي زي عندك طلب. ايه قال الديب؟ خسأ الديب. خسأ الديب ستر العذر. اخي ستر، اخي المؤمن، اخي اريد من عندك تلسونا. بدي تلسون 30 تلو من الغساني. حسبنا الله ونعم الوكيل. تي تلسون يا جار، يعني واحد بستعر له رشة ملح، رشة كمون، لك صحن، طنجرة، كلسون، هاي ما شفتها بحياتي. ممكن زي تلسون، يعني اسمه تلسون. بدي بس بخلنا نسمع تيسير. ما في تلسون عندي. طب رجال عندي بعد ما يجي المصلح الله يوفقه. مصنح شو؟ عندي الفرن متشرك والمرأة منتاشة فيه. عيب. الله يوفقه. عيب. الله. أنا. إيشو أنت؟ أنا مصنح. جار الله يكرمك. ونا. عن جد؟ ونا. هل تؤمن منه؟ نعم. أنا مصنح. لا إله إلا الله. أنت بس أخذ لك طريق. لا ما في داعي. يا جار جار. انتظر يا جار الفاسق، انتظر. استنى يا كلب، استنى يا جار، استنى. من تحت؟ أبو مصطفى. أخبيت تاعي. أبو مصطفى تاسف يا سند، هاي سند. تعال يا أيتها المرأة العطيرة، صوت الله وجهك. الزميل. يا لك من رجل فاسق. نعم ما ستقولي. المنزل له حرمته يا بني. لقد رأيتها يا بابا. لقد رأيت حرمتها، إنها زميلة، اللهم أجعل لنا بها قسمة يا بني. لا أجعل لك بها قسمة. أين الفلن؟ ها هو، ها هو ستر. إذا أخذوا مع الوزي. إذا بنا الخالص سن المصنحة نزعل بني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إنه فن زمين. لو أنا بني طعام. حسبي الله. سقط عويصة بده مصنح. لك مبروك لك سعدان. يخرب بيتك يخرب بيتك شيء بالدنيا. لك سمير. ايه بابا. مين هاد القلب يا رب؟ ماما كنت جدا يعني ماما عم تطلع. كيف فهمنا من الصبح لهلا ماما عم تطلع؟ اوكي شو في نجاح؟ سلام عليكم. اهلين عليكم السلام. هون بابا؟ ايه هون تفضل. ايش لازمك؟ ما بدي تحت معك الكيتر تبع السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بالجار. كيفك؟ اول سنه. اهلين اهلين. ابنك توم بيت. انا بدي اقعد تلبسي تسخ علي. مين هتسخ عليك؟ هذا اصغر صغير سن بترك تتفقم بيت مع ابو احمد بما انه ما بيصير انه غير واقف على الدرج. طالع وسخ عين. سخ عليك؟ ايه.
طب ايش اسوي يا دليل؟ ايش اسوي؟ يقول لي خيو ايش اسوي؟ اعطالو اياه يعني انت بتاعه بالحارة؟ انا هو لسه امبير حاجة ابو سطيف كمان شخ عليه يعني ايش اسوي؟ ولد دي شخ يعني دي يعمل ولد 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 الله يوفقك الله يوفقك يا دليل. مسكت الباي اسباني دلال ترى بتعرف انا ولد صاحب رواق ما بحب المشاكل فانه لما تقول اتربيتي زبالي انه انا مو زبالي اسانس طب مثلا بس اتقتي سان تمرنا ما تنوم لازم انا بتوع ماشي انا من دحين لا عيب عنا فهمنا فهمنا بتون جاي المرة بتطلع من الصبح معصب انا يفني اعصابي تعباني كتير انا طابق انا بحسب اشتغل اشتغل يا انا ونات حوالي انا نزلت من بطن امي بدون ليش انا ونات حوالي صبح سميحة شو انتي تعرف عنجد؟ ايه ايه قبر وولده انا وصي ونا وين المسونة؟ دور عليها والله ما بعرف قلبي وين امت؟ وين النار لك؟ آه طب يا ولد يا حياتي يا فادي انا مستحيل اطلع بالاخير ما افهم بهذا الشيء انا مستحيل ارجع قدام العالم يا فادي انا صانع نجوم والمشاهير من 30 يوم لهلا بدك مستحيل انا قلت لك ناقصنا موديل ومطرب بتمنى ما... اوكي في عندك طب بعت صورته ليش ما عم تبعت بعتها اوكي رح شوفها حلو حلو كتير برافو كتير برافو ليش كنت مخبي هالذهب عندك فادي انا ما عم بعرف اتصرف معك اوكي شو اسمه هاد دلال اوكي اوكي ابعت لي رقمه بسرعه رح اتصل له يلا 042 اوكي ماشي فادي بخبرك بعدين باي باي الو السلام عليكم اخي دلال نحن انا بكون ابو السوس سيد من صنع المشاهير والموديلز يعني صنع المشاهير والاساطير نحن حابين في صوت ضجة عندك ما بعرف شو القصة ولاد الو حياتي يا دلال فيك تجي لعنا على المكتب؟ لا 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 نحن بدنا نصنع منك نجم تفضل عنا بعدها بنحكي ماشي 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 يلا صنع خبيتك شو مقرف السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك استاذ دلال دخلت على التليفون استاذ دلال الكاريزما تبعيتك نفس بالصوره واحلى رهيب انت استاذ دلال رهيب رهيب واو 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 رح نشتغل شغل رح تصير نجم رح تصير نجم تكسر الدنيا استاذ دلال تفضل عن جد انا عم دور من زمان على حدا بالكاريزما تبعيتك من امتين وانت بالدنيا تفضل تقول اهلا وسهلا فيك تفضل تفضل استاذ تفضل استاذ تفضل صباح الخير اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك نورت المكتب نورتنا تفضل تفضل استريح هون استاذي تفضل استريح هون تفضل استريح اهلا وسهلا فيك تفضل
يا اهلا وسهلا. رحبت استاذ. نحن خلينا نحكي بالشغل مباشره. ايه نحن بدنا بعرفك عن حالي، ابو السوس صانع النجوم والمشاهير. وبصراحه انا شايف فيك لا ما انت حابش على حالتك هاي على الموقف. ماشي تنمني. اوكي في غنية راح سمعني صوتك اذا ممكن. ما شلون سمع صوتي؟ يعني غني لنا شي غنية اذا بعد اذنك. غني؟ ايه غني. تفضل سمعني صوتك تغني. انا نصيغة خلونا اسف. ايش بدك تغني؟ سمعنا اي شي وانت عم تغني. هاي بتحكي لحالها ولا غني؟ ايش بدك تغني؟ اي غنية اي غنية. استنى بس أفتح. الله يوفقك استاذ. طبيب جراح. طبيب جراح. الله خلاص. اوكي هذا هي قامة الصوت اللي عم ندور عليها. عن جد انت نجم بكل معنى الكلمة. راح اسجل لك اغنية ونصور لك فيديو كليب وننزلك على الساحة تطبل الدنيا كلها. يلا دلال بتعرف امتين رح تبدا مش هيك؟ معنى يلا يا دلال جاهز؟ جاهز. اوكي يلا جاهز؟ اوكي يلا يا دلال. يو صانع النسوم مع صانع النسوم، سفتك قلبي مات مثل السكر يلا داب، سفتك من بعيد بايدك الحبيب، والله من بعيد بايدك الحبيب، انا من زمان قلبي بحبك مات 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 مات، لما بشوفك يا حبيبي قلبي انا بداب داب 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 داب، يا قلبي انتي روحي يا قلبي انتي نوحي، حياتي سكر عنبر مثلك ما رح انسى مثلك ما رح انسى مثلك ما رح انسى، لما اشوفك يا حبيبي قلبي قلبي مات قلبي قلبي مات قلبي قلبي مات، يا دمي ابوس اغص احس اضمك اموت اغنى عنف اطنع عنا حن ميسي بس يا معلم وانا ميسي وعنف يا نا حبت قلبي مات من سامان حبت قلبي مات سكر عنبر لوز سميل يا حلوه خليني ادوب يا خسرت ابوسه يا عمري ايه التنوره ارتفعت صبر نص ياو تنزي ياو ما في تنزي ياي سلحت ياي قلبي اي اسي اسي ناسي انا ناضت حزي بخاصرت وانسي عن عالم يا عمري ابوست انا يمو خليني انا زمالت حبت قلبي مات مع صانع النسوم صانع النسوم 10,000 يورو اوه 10,000 يورو ثاني اول دفعة يو يو حبت قلبي مات انا صانع النسوم تتصبت وليت اوه مزبني لهون بدو يساويني نجم يلا اوه حطني على التليفون على المايك عفوا على المايك ني على المايك انا غني يو 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 يا خلصت الغنية يا عالم يا بسر وسترون دلال انت مش طبيعي فزعت في الغنية يعني عن جد طلعت الغنية بتعقد رح نظهر فيها على كل العالم والله اذا بتنسوا بدي اسوسكي عليك انا والله عايزين بدي اخنق بيتك اذا بتنزل ليش يا دلال اذا بتنسوا بدي اخنق بيتك تعني سنيس انت بدك تبعدني يا اخي العميل ولا سرتوت انا ناضت ايناي بس انت انا ناضت بس انت قرض حقه يا استاذ دلال طز عليته قرض حقه ما بطي من اعطيني السود انا تقدر اخذ شيء متى بس تعال تعال انه اخذ مسؤولي بس انا اذا بتنزل هاي الغنيه بدي اخنق بيتك فما انا سرتوت ضحكت ضحكت علي لك
انا بترد على السواس السفوني بالمنظر والله العظيم هذا مغزي ما احنا حقين بس دلال الغنيه كثير حلوه اخذ ميتك وين الغنيه انت يا استاذ استاذ الاغنيه طبت عليها انا اصلا في مصاريف يا استاذ ما في امسح فيه كمبيوتر تحسيني صار اسيبه تحسينه مني يلا نوقف نلعب منك شوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقه مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقه